السلام عليكم، مرحبا بكم في الوصفات مريكة. مرحبا نجدد بالقدم معنا في القناة. اليوم غنشارك معكم السوشي، 6 ديال النواع و6 ديال النكهات مختلفين، والمذاق لا يقاوم، ساهلين وماهل وكيتصوب في الدقائق قليلة. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتردوا لي الخبر في الكومنتير. تجدوه ان شاء الله في سان فالنتينو العائلة ديالكم، لما لا. كنتمنى يعجبكم، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. طريقه بسيطه باش نجدوا هاد 6 ديال الشكل و6 ديال النكهات. خليكم معايا. هانتوما الرز اللي غنستعملوا في السوشي ديالنا. انا استعملت هذاك ديال الريزوتو. استعملوا يعني الرز العادي، بالنسبه للناس اللي في المغرب يقدروا يستعملوا هذاك العادي اللي كنشريوه اللي كله مهرس، حتى هذاك كيجي فيه السوشي. كنغطيو الرز ديالنا بالماء كما كتشوفوا، وغندير الفوق العافيه. هانتوما غطيت الرز ديالي كامل بالماء كما عافيه، كندير معاه شويه ديال الملحه، ومره كنحركو حتى كيطيب لينا الرز ديالنا. الا جاب الله هذا الماء نشف قبل ما الرز مازال ما طابش، كنزيدو عليه شويه ديال الماء وكنقابلوه. هانتوما خديت هذا الخل ديال الرز مختص بالسوشي. الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا الخل ديال التفاح ولا اي خل عندكم في الدار. ها هو ما كنديرش لشهر البنات، بغيت غيركم غير تشوفوه. وكناخذوا واحد المعلقه كبيره عامره ديال السكر، كنزيدوا مع الرز ديالنا 4 المعالق ديال الخل ديال الرز. هانتوما المذاق ديالو مختلف، كيجي رائع جدا. هانتوما صافي كنخلطو مزيان هاد العناصر كلهم مع بعضهم، السكر والخل. صافي هانتوما كنخلطو السكر مع الخل حتى كيذوبو. الرز ديالنا بدا كيطيب. هانتوما الرز ديالنا ناشف، يعني داك الما كلو تحرق، ولكن بان ليا الرز مازال ما طابش. مازال غنزيد عليه شويه ديال الماء وكنقابلوه حتى كيطيب. مره كنحركو فيه، كنخليو الرز ديالنا حتى كيطيب كما كتشوفوا. كنخويوه في واحد البول، كنخويو على الرز هذاك الخليط ديال هذا ديال الخل وديال السكر. غادي نسقيوه به وغادي نخلطوه مزيان حتى كيندمجوا لنا المقادير، ونخليو الرز حتى كيدفى ونعاود نطلقوه باش غادي نصوبوا هذا السوشي ديالنا. المقادير اللي غنحتاجو في السوشي ديالنا، كنحتاجو الغا اللي هو الطحالب البحر اللي مختص بالسوشي، كنحتاجو واحد خيزويه، واحد الخياره اللي ديجا قطعتهم على الشكل الطولي، واحد 100 غرام ديال السومو، واحد لافوكا، وهذا الرز ديالنا اللي وجدناه كما كتشوفوا خليته حتى دفى شويه. وغادي نحتاجو لابابات لامنيوم، وغنحتاجو السلوفان. صافي هادشي اللي كاين في المقادير، خليكم معايا باش غادي نوجدو السوشي ديال البيستاش باش غادي نعوضو بها هذا الجنجلان، حيت انا ما عنديش الجنجلان ودرت البيستاش. نتوما تقدروا ديروا الجنجلان حيت الوصفه الاصليه كتدار بالجنجلان. كنديروا لاباطات لامنيوم باش نعوضوا بهم هذيك الحصيره، الا ما كانتش عندكم هذيك الحصيره اللي كيستعملوها باش توجدوا السوشي. كديروا هذا لاباطات لامنيوم اللي غتساعدكم، وكنديروا هذا السلوفان. هانتوما الكا ديالنا ولا الطحالب، تلقاو فيها ما تلقاو فيها هذه بقيلها باش كيحتفظوا عليها. هانتوما كناخذوا وحده كنحطوها على لبقه الالمنيوم.
كنديروا الرز ديالنا، غنديروا الرز ديالنا وغنسرحوه مزيان على هذا. درت السومو، درت شويه ديال السومو، شويه ديال الخيزو، شويه ديال الخيار، صافي كنلويو على السوشي ديالنا، كنحلو، كنعاودو نلويو. هانتوما جمعت السوشي ديالي، غادي ندخلوه للفريزير باش يبرد. السوشي الفريزير، دابا غادي نديرو هذا، غادي نديرو النكهة هادي، النكهة اخرى اللي غنديرو غنديروها مع الجبن كريمي، نسيت ما حطيتوش مع المقادير، تقدروا ديروا مايونيز ولا ديروا اي جبن عندكم. غنحطوا الورقه الثانيه وغادي نسرح الرز عليها كما درت مع الاولى. كنديروا الرز على الكا كما كتشوفوا، كندردلو عليه شويه ديال البيستاش. هاد الوصفه كتدار بالجنجلان، راكم عارفين هذاك الجنجلان، الجنجلان كحل ولا هذا ولا الجنجلان بيض، غير انا ما عنديش الجنجلان، عوضتو بالبيستاش. هانتوما كندردل البيستاش على الرز، كنقلبوه كما كتشوفوا، كنقلبوا هذاك السوشي ديالنا، كندهنوه بشويه ديال الجبن الكريمي. صافي هانتوما كنديروا الجبن الكريمي، درت شويه ديال الخيزو، شويه ديال الخيار، شويه ديال السومو، وكنعاودوا نلويو السوشي ديالنا، كندخلوه للفريزير، غادي نخليه لمده ديال ساعه. هانتوما كتشوفوا هذا بالنكهه ديال البيستاش، وكيبان الشكل ديالو حتى هو مختلف. هذا هذه النكهه الثالثه ديال السوشي، كنديروا شويه ديال الجبن الكريمي. هنا كتشوفوا درت الجبن الكريمي، كنديروا طرف ديال لافوكا، كندير الخيار، وكنديروا خيزو، ما كنديرش السومو غير باش نبدلوا النكهات. صافي كنلويو يعني دائما على الشكل ديال السوشي كما كتشوفوا. هذاك لاباط لامنيوم استعملناها عوض هذيك، عوض شنو سميتها هذيك الطابيتو اللي كيستعملوها، هذيك الحصيره اللي كيستعملوها الشينوا. كما كتشوفوا هذا السوشي اللي درنا ليه لافوكا من الداخل، كناخذ هذاك النص اخر ديال لافوكا اللي شات ليا، كنقطعوه على هذا الشكل هذا، وغادي نحطوه من الفوق السوشي. راكم غادي تشوفوا كل شيء في الفيديو ان شاء الله. كنعاودوا نبركوا على السوشي على لافوكا ديالنا ملي كنحطوه من الفوق بهذاك بالسلوفان باش يشد مزيان فراسو. صافي كندخلو حتى هو الفريزير حتى كيشد فراسو، ونعاودوا نتلقاو باش غادي نقطعوه مع الاخرين. صافي كندخلوه للفريزير حتى كيتجمد ويشد فراسو، نعاود نتلقاو. هذا الرابع يعني النكهه، كنزيد عليها يعني درت نفس الحشوه اللي درتها في الاول، غير هذه كندردل عليها شويه ديال البيستاش من الداخل وكنلوي. صافي هانتوما جمعتها، غندير عليها شويه ديال السلموني من الفوق، كتشوف كتقدروا تحكموا فيها بالسهوله، ان هذا الكا اللي كتجمع علينا الرز. زعما قلت لكم واخا ما تكونش عندكم الحصيره، ان بعض المرات ماشي ساهله نلقاوها، نقدروا نستعملوا نجدوا السوشي بلا الحصيره. صافي كنديروا البيستاش في بلاصه الجنجلان، كنديروا السلوفان، صافي كنجمع، كندخلوه للثلاجه حتى هنا. كناخذوا شويه ديال الرز، كنجدوه بهاد الشكل هذا. صافي هذا غادي نديروه جد اقتصادي بالمكونات متوفرين في اي بيت، ما كايناش شي بيت يعني اللي ما فيهاش الجبن الكريمي. الا ما عندكمش هاد الجبن، هاد النوع ديال الجبن، تقدروا تستعملوا المربعات يعني الجبن اللي كاين. درت الكا، سرحت عليه الرز، ودرت هذا ودرت الرز ودرت عليه الجبن الكريمي كما كتشوفوا، وغادي نديروا خيزو والخيار فقط، حتى
حتى الا ما بغيتوش ديروا لافوكا ولا سالموني تقدروا تستغناو عليهم كما درت انا في هذا غير باش نبدل لكم شويه. صافي ها نتوما كتشوفوا كندير خيزو وكندير الخيار، ما كاينش يعني اقتصادي قد هذا. صافي ها نتوما بغيتو ديروا هذا البيستاشيو ولا الجنجلان تقدروا تستغناو عليه، يعني ما كاين حتى مشكل. صافي هذا غير بالخضر والجبن كما كتشوفوا، هذا اللي درناه بالخضر وبالجبن كما كتشوفوا غادي ندخلو حتى هو للثلاجه حتى كيشد فراسو نعاود نطلع. ها نتوما دخلت السوشي ديال الثلاجه لمده ديال ساعه، من بعد كنخرجو كنحيد ليه السلوفان ولا بابات الالمنيوم. صافي دابا غادي نبداو باش نقطعوه وغتشوفوا الشكل النهائي ديال السوشي. هانتوما السوشي اللي درنا يعني اقتصادي بالمكونات من التفرين في البيت، درت فيه غير الخيار وخيزو الفرماج. زعما قلت لي ما لقاوش هاد لافوكا زعما ولا شي حاجه بحال هكا. صافي كنقطعوه كما كتشوفوا. هذا السوشي اللي درنا ليه غير الخضر، درت ليه غير الخيار وهذا وخيزو والجبن الكريمي، اقتصادي 100% ما فيه لا لافوكا لا هذا لا البيستاش لا سالموني. الشكل الاخر ديال السوشي هانتوما كيجي رائع جدا. هانتوما السوشي ديالنا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي رائع بحال هذاك اللي كيتباع. الشكل الخامس درنا ليه غير خيزو الصومو والخيار، هانتوما كيجي هائل. هانتوما كناخد القرعة ديال هاديك الصلصة ديال الصوجة كنديروها في زليفات كيما كتشوفو وكنقدمها. بغيت نشارك معكم هاد القرعة ديال الصوجة، تبارك الله فيها لتر وغديكم مدة. خديتها من هداك المحل ديال يعني ديال الصين كيبيعوا فيه كل شيء. راني ديجا كنت درت لكم فيه فلوق وخليت لكم الفيديو على القناة ملي جات عندي الشينوية العام اللي فات. كناخد هاد الصغار من يوروسبين، من الكوب يوروسبين كيكونوا كتكون فيه السوجة مرة ولكن الكوب كاينة بربعة يورو شي حاجة ودغيا كتسالي. من الأحسن تاخدوا هاد لترو بالتمنية يورو شي حاجة كديكم مدة. السوجة كنديروها في الوصفات، كديروها في الدجاج ولا اللحم ولا البسطيلة أولا السوشي بحال هانتوما. السوشي ديالي 6 ديال النكهات ديال السوشي ساهلين اقتصاديين، تجدوهما إن شاء الله في سان فالنتينو العائلة ديالكم وتفرحوا به عائلتكم. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم وتجربوه وتردوا عليه الخبر في الكومنتير. هذاك اللي درنا ليه الصومو من الفوق غير الرز بوحدو، هذاك الصومو اللي شاط ليا حطيتوه على يعني من الفوق صافي كنقدمه بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتجربوا هذا السوشي هذا وتردوا عليه الخبر في الكومنتير. هانتوما في الطبسيل درت لكم 6 ديال الشكال 6 ديال النكهات مختلفين. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتجربوا هذا السوشي هذا وتردوا لي الخبر في الكومونتير. الى عجبكم الفيديو قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي. ما تنساوش تستناوني غدا ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء.